وأي كلام عن علي بن أبي طالب هو ينفع الإيمان. يعني بعض الناس بنتكلم عليهم لا تنفع الإيمان، تنفع ممكن الشجاعة وتخليك مثلا سياسي، ممكن تخليك تنفع وش، بس علي بن أبي طالب لا. الإيمان المطلق والتبتل المطلق والشجاعة المطلقة وكل هاي الأشياء، ولذلك هو باب مدينة علم رسول الله. ولهذا نحن الآن في هذا البرنامج وفي كل برنامج، طبعا الآن غريب أكو فد نسعة طائفية، ليش أقول أنه الآن يجب أن ننظف الحياة. الآن أكو نسعة أن تتكلم عن الإمام علي، ها أنت طائفي. ليش طائفي يعني؟ ليش هو علي بن أبي طالب سني يعني؟ من قال علي بن أبي طالب سني؟ وأقول ألف مرة، علي بن أبي طالب شيعي يعني؟ علي بن أبي طالب هو أول سني بالإسلام، أول لي. وشنو السنة؟ يسير على نهج سنة رسول الله، وأكو واحد أقرب على سنة رسول الله من علي بن أبي طالب؟ ليش أنتوا حويتوها هيك سويتوها؟ علي شيعي وذاك سني، منين جبتوا هاي؟ ليش هو علي شيعي يعني خطب؟ طائفين، ليش طائفين؟ ليش طائفين؟ يعني باكر تحكي عن النبي محمد، هذا عنصري.